وين عشان مليان لزق يا جدعان. مش عارف في كام واحده كده اتبقت. في واحده هنا اهي. وده بقى بتاع المليون. ده بتاع المليون. انت تعرف يا صاحبي ان انا فاكر لغايه دلوقتي اول يوم انا صورت فيه فيديو والله، وفاكر كنت عامل فيه ايه، وفاكر اول فيس كام لما انا كنت بصوا كنت هنا. ابقى اوريها لكم في فيديو فلوج ان شاء الله، في فيديو فلوج ينزل العربيه قريب. هو انا ليه كده منور قوي كده؟ منور طبعا، بس فاكر كل حاجه يا جدعان عملتها في اليوتيوب من ساعه ما بدات لغايه دلوقتي، كل حاجه. هل تسالني بقى امس هل انت كنت متخيل انك توصل مليون؟ لا، بس انا عملتها. اوعد عن انا عملتها، جالي اهو. حلو، فصلوا بينا على النبي. بس النهارده بقى يا معلم استنى بس كده، الفيديو بتاع اجمد 10 ولا 8 خدع نزلوا في بابجي، في خدع التيك توك ومنهم خدع شغاله. فيلا بينا نكمل حلقه الخدع، في اخر الفيديو نعلق الدرع بتاع اليوتيوب. وبمناسبه الدرع بقى حبيبي، بصوا افهمكم حاجه، انا هسيب لكم كود في الفيديو. الكود ده بيبقى عباره عن 6 ارقام وحرفين في حته مستخبيه كده في الفيديو، ولازم تمنشن بالثانيه. حلو، هختار 3 اديهم احلى رويال باس عشان ايه درع المليون. هتاخد الكود تحط جنبه اسمك، تحط الثانيه، تحط الاي دي بتاعك في الكومنتات. قولوا لي يا جدعان اي حاجه في الكومنتات، بحس انتوا بتتفرجوا ميتين يا جدعان، مفيش كومنتات يا جدعان ليه؟ في المركز السادس يا حبايبي هو خروج بره منطقه المستودع، ومن اقوى الجليتشات اللي نزلت اللعبه حرفيا. ان الجليتش دوت قديم، وانا معاك ان الجليتش قديم، بس في كتير جدا فاكرين ان الجليتش دوت ما بقاش شغال، وفي الفيديو دوت انا هثبت لك ان الجليتش لسه شغال. المهم بقى عشان تعمله هتروح للصناديق ديت وهتطلع فوقيها وهتنط وتجري في نفس الوقت، وهتخلي صاحبك يزقك من ورا، وعلى طول هتلاقي نفسك دخلت بكل سهوله. يلا بقى منشن لصاحبك وعرفه الطريقه وبس. نط سلام. نط يعني انطحك نطحه كده بالظبط. الله اتنين مفور. اصلا انت لازم تطلع كده هنا. لازم تطلع انت من هنا فاهم؟ فجرب يلا. ايوه هتظبط يعني هتظبط يا اسطى، تظبط يعني هتظبط. ايوه يا اسطى زي الفل يا اسطى. عجبك فتحه عجبك فتحه حلوه. اعلم العيال دي الادب. تعالى 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 بتجيب يا اسطى. بيدمزوني يا اسطى. انا كف الله انا كف الله، ما ينفعش ادمزه. استنى والله حوار جامد يا عم. استنى كده يا اسطى. ايوه يا جدعان، بص دخلت في ارض العيال ازاي يا اسطى. ايوه اهدف عليهم ايه؟ اهدف عليهم واحده نيت كده يا اسطى. ثانيه واحده يا ابني، السكوت كله عندي غفله. ما شاء الله عليك انت، ايه جاي معاك؟ الله معاك. واحد عايز يجيبني، بص واحد عايز يجيبني، بص بتعمل ايه؟ واحد جابني يا اسطى. تعالى اعملها تاني، تعالى نعملها تاني، يلا تاني يا اسطى. ايوه ثواني. ايوه تعويض يا ابني، بيضرب علينا ولا؟ ايوه يا اسطى عاش. في المركز الخامس بقى يا اخواتي، وهو جليتش الهاكر، والجليتش اللي انت تشوف من ورا الحيطه زي الهاكرات. جليتش على السريع في ميدستن في البيت الكبير، والجليتش ده صاحبي تقدر تعمله في اي ماب وفي اي مكان، مش ميدستن بس ولا البيت الكبير بس. بس الاول بقى منشن صاحبك واعمل اكسبلور ولايك للفيديو عشان يوصل للكل. لما بتعمل الجليتش ده بقى يا صاحبي اكنك مفعل الهاكر كشف اماكن بالظبط، وهو سهل جدا بكل سهوله. بتركب في عربيه، اي عربيه، وبعدين بتراستر اللعبه، ولما بتفتح معاك الجليتش اتعمل معاك، تقف في اي حيطه واي جدار المفروض تتلغى على طول. وبس كده لو عايز بقى يا اسطى. هو اتلغى ولا لسه موجود؟ تعال نشوف. بانها بتنفع في كل خريطه. لقينا عربيه اهي ماكلارين، نجرب الجليتش على طول. ايه يا عم في عربيه اهي لسه ليفك وهنحزق وبتاع. تعالى يا عم. على ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ افصل انت. ما انا بقول لك وادينا الحاويات وافصل. تعالوا بقى. روح لويتلي. يلا بينا يا زميلي اعملوا الجليتش. واعمل يا باشا.
ادينا استنى اللعبه يا شباب وهنرجع ونشوف هل الجلتش بتاع الهاكر اشتغل ولا 7 hours later. يا اسطى انا جيت يا اسطى، هل تتوقع الجلتش ده هيرجع يا اسطى؟ تتوقع هبقى هاكر تاني وهبقى كاشف اماكن؟ لا يا صديقي، بفتح ال 60 شات ده امصل له جالي البايظ وانه بيتطور. والله يا سامنا كان جالي الاي كي يا اسطى. رجع تاني جالك الاي كي ولا ايه؟ يا ابني جالك اي كي بي من انت كمان يا شواحه. يا جدعان بصوا يا جدعان بصوا اللي هيحصل، اقسم بالله اختفى وما رجع. اقسم برب يا اسطى الجليتش راح. هات كده سلاح، هات كده سلاح بسرعه. يا نهار ابيض على العظمه. بص يا اسطى، اقف هنا كده مسرد، اقف سرد هنا ورا قدامنا عدو. لو انت هنا بص يا زميلي واخد سر، بص تقدر تعمل كده ثواني وتشوف اللي بص وتشوف اللي مسرد هنا، او ممكن تشوف مثلا ايه اللي جوه الحاويه كده. بص تقدر تشوف مكانه بكل سهوله، ولو حد مثلا في السكول وانت في الدور اللي فوق تقدر تشوفه بكل سهوله. يا جدعان صح، ما حدش ينفع يضرب. لو تضرب على واحد وانت اخد كفر تشوف مكانه بس وتطلع تقتله، انما تضرب على حد وانت اخد كفر هتاخد بان. فكده يا جدعان جليتش الهاكر في المركز الرابع يا اخواتي، وهو جليتش اختفاء داخل ليفيك، وكان اول منطقه يتم الاختفاء فيها. كله يا صاحبي عشان كل يوم جليتش اجمل من ده. كل سهوله يا صاحبي هتيجي هنا في الشلال وهتعمل زي ما اعمل كده بالظبط، تتحرك من هنا كده بالراحه من الجهه الشمال من الشلال لتحت لحد المايه ما بتغطيك، وبيبقى في صخره اصلا تحت تبقى انت واقف عليها يعني، والمايه بتعدي من فوقك عادي ما بتقعش، تقدر وانت جوه تقتل اللي بره عادي وتهيل وتحدف وتعمل كل حاجه وبس كده. تعالى اقول لك هيا بينا. طب استعنا على الشقه بالله، مش نزل الهرم انا الصراحه، انا هنزل بديستري الاول بعد كده اروح ووتر فول. يلا بينا يلا بينا. يا ريتني جبت فيكتور، يا ريتني جبت فيكتور. حلو ايوه يلا يلا، واحده واحده. بعد كده انزلوا ايه هنا؟ قالك انزلوا هنا صح. حلو ايوه. فين يا عم انت الصخره؟ فين الصخره؟ ايوه اهو عملت الجليتش اقسم بالله. ثواني كده بقى بس، هنا شوف والله العدو ازاي يعني. شوف والله العدو ازاي انا كده بس عملت الجليتش احلى مسا. حلوه لك مش باين ويا لهو على العظمه. حلوه يا جدعان، حلوه قوي. تعالوا شوفوا الجليتش اللي بعده في المركز الثالث يا اخواتي، وهو جليتش الدخول داخل الحاويه. كل سهوله بتجيب عجله وبعدين بتعمل تعزيز سرعه وبتروح قبل الحاويه بشويه تعمل قفز لحد ما العجله بتقف جنب الحاويه كده، وبعدين بتفضل تعمل قياده كتير. هي كل ما تعمل قياده بتنزلك لحد ما تدخل جوه الحاويه وبس كده. تعالى اقول لك حلو قوي. يلا بينا جليتش اختفاء كامل. في ناس جايه؟ لا الحمد لله. طبعا ده ورا العجله ايه رايقه بس احلى حاجه الحاويات يا جدعان. انا مش عارف ليه الحاويات ما بقاش بينزلها حد، اقسم بالله الحوار ده بقى محيرني. ان شاء الله عشان شخص سالك وجدع ان شاء الله. لا عجله يا عم، مش مفنشك ياكش ما تتفنش. اوه الواحد اقسم بالله عايز يعمل حاجه بالعجله دي ما بيلاقيها، اقسم بالله الواحد سالك. يلا بينا بسم الله. تعالوا بقى كده سوق العجل الرايقه. يلا بينا فرعنه هيا بينا. قال لك ايه؟ قال لك الميزه طالع من ارض الرمل ارض الجبروت ارض المليون دبابه. طب بتعمل ازاي؟ طيب بقول لك ايه، انت تفضل ماشي 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 وقبل الاخر تتكت عايزين السرعه. جليتش عايز جنب الحاويه اسمها العجله قفز، بتروح وبعدين بتعمل تعزيز سرعه وبتروح قبل الحاويه بشويه. اقسم بالله العيب. يا ابن اللعيبه يا امصله، يا ابن اللعيبه اقسم بحرقتك يا جدعان، اقسم برب راجل لعيب. بصوا من غير ما نط بقى واعمل الحركات دي، اقسم بالله راجل جامد. بقيت مختفي يا جدعان. ايوه تعالى كده ايه نطلع كده. هنطلعه ازاي؟ انا حبيت اطلع.
لو انا حبيت اطلع طلعت عادي طلعت عادي. في المركز الثاني يا جدعان وهو جليتش غريب ولكن الجليتش ده يا صاحبي انت كان بتقدر فاهم انت تستخبى وسائق العربيه ما كانش الانمي بيعرف يزمجك او بيشوفك. راح يبين من منظور الخصم ومن منظور اصحابك. حلو. على سبيل المثال صاحبي عيد عامل الجليتش بص نزل ازاي في العربيه بالسياره وبالحال اختفى من داخل السياره ولكن هو موجود داخل السياره وانما هو نازل لتحت يعني الخصم ما راح يشوفه الا اذا قرب على السياره بهيدا الشكل. تعالي كده بس العربيه الثانيه هتنفع في العربيه دي بس العربيه الثانيه مش حباها. لا العربيه الثانيه انت مش حباها بس احنا عايزين نعرف هل الجليتش اصلا شغال ولا لا. طب بص يا اسطى ركز كده انت هتيجي جنب البتاع كده وتنام بعد كده تركب كده يلا وريني كده هتعمل ايه. اي ولد اشتغلت يا اسطى يا اسطى اشتغلت يا اسطى بس انا باين عندي ان انا اكل عادي بس باين عندي ان انت مش باين اصلا بص باين يعني تحت الارض انت تحت يا اسطى انت باين عندي اللي مفيش حد راكبها. في المركز الاول كالعاده وهو جليتش مدينه الفرعون وده من اكتر الجليتشات اللي انا جربتها مش اللي موجوده في اللعبه او اللي انا جربتها لازم في ليفك ولوت بص بحس شخصيه تتحول انت فاهمين قصدي وهيبقى عامل كده ومجلش تبقى الشخصيه شغاله سبيد يا جدعان انت متخيل يا زميلي بص الشخصيه بتجري ازاي بص ممكن لو نط هينط ازاي شايف السرعه يلا هو العظمة يا جدعان يلا بينا سيدي الصراحة انا مش هجربها باكونت المسك فشل بصراحة يعني عشان اكون سكة ودغري. طب يا جدعان فتحت اكونتي القديم بس بسم الله الرحمن الرحيم يا رب بس ما اتفقش بعد المرة اللي فاتت الدكري انزل تحت اصلا انا نزل تحت طيبا لا لا تعالوا لي هخش تبر ربنا معاك حلو بيدب بابا تعالى يا حبيبي حلو قوي خلصنا من الاثنين طب انا نعمله جليتش بيجي هنا وبيعمل كده ايوه يا جدعان اهو ايوه يا جدعان بص يا جدعان انا بعمل ازاي بص يا جدعان انا بعمل ازاي بص يا جدعان انا سريع ازاي يا نهار ابيض يا نهار ابيض على السبيد يا نهار ابيض يا جدعان سلك يا ربنا لوح ديستنس استنى 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 يا لهوي على الضح بسم الله بسم الله استنى بس واحده واحده عشان في ورقه اليوتيوب بعتها لي بيقول لي فيها قصيده شعر كالعاده اليوتيوب كل درع بيحط ايه قصيده شعر فلازم نشوفه بقى اليوتيوب حاطط قصيده شعر ايه المره دي وقايل لي ايه المره دي يعني هي اللي هي دي وده الغالي بقى بص هو بينه وبينكم اكبر من التاني ده بيام اكبر من الفض بيام استنوا اقرا القصيده واكتب لكم تاني لقد فعلتها مهمه واحده قناه واحده وحاجه كمان واحده مليون مشترك مبروك كنت قد بدات مع عدد قليل من المشاهدات ولكن صوتك العاطفه ولقد اثر الابداع الان على حياه الناس في جميع انحاء العالم حلو قوي يا يوتيوب يتم اسراء المجتمع الذي قمت ببنائه من خلال القصص التي شاركتها اثناء احضارك الله الناس احضارك الناس مع عن سوري معلش يعني بترجم فاهم يعني هنا كلام انجليزي عم بترجم لتكريم هذا الانجاز نحن فخورون بتقديم انت مع الدرع الذهبي جائزه الدرع الذهبي نامل ان يذكرك هذا التقدير الخاص كم انا مش عارف انا ترجمتها ايه بنت المهم كل يوم انت تعيد تعريف كيفيه انشاء المحتوى ومشاهدته بصوت واحد وفيديو واحد في كل مره انه لشرف لي ان اكون جزء من رحلتك يا يوتيوب يا ابن الذين هتخلينا اعيط لا يمكن الانتظار لنرى ما تفعله بعد ذلك تفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيسة شركة اليوتيوب مشكلة هو تقيل يا جدعان تقيل يعني تحس اللي هو جواه مليون مشترك فاهم الله بص يا وعدي يا وعدي يا وعدي تحفة قول لي ايه رأيكم يا جدعان تحفة فبس يقول لي امسولو فور باسنج مليون سبسكرايبر شكرا لك يا جدعان قوي حبوك قوي يا جدعان جميل قوي يا جدعان والله العظيم جميل قوي يعني احلى من الذهب احلى من الفضه بيام جامد قوي 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 قوي
وصمت وصمت لا 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 ما وصمت.